الآن هذه لحظات إذن وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى درة تاج المشروعات القومية التي نفذت في مصر على مدار السنوات الأخيرة، إلى بوابة الجمهورية الجديدة، إلى العاصمة الإدارية الجديدة التي منها سيطلق السيد الرئيس مشروعا جديدا، مشروعا قوميا جديدا، هو المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. كانت تلك إذن هي لحظات وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى موقع احتضان هذا الإطلاق، الإطلاق الفعلي والرسمي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. وكما جرت العادة أيضا فكانت الصورة التذكارية التي وكالمعتاد أيضا طالب السيد الرئيس الحاضرين ضمن هذه الصورة أن ينزعوا الكمامات عن وجوههم، وهو السلوك المعتاد المستمر حفاظا على الصحة العامة. وكما جرت العادة أيضا